محاضرتنا اليوم يعني أتت في ضمن جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة وتوجيهات من سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بتحقيق الهدف الرابع، الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية اللي هو ضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث. أتت محاضرتنا اليوم لنشر ثقافة الأزمات بين أفراد المجتمع، وما في شك اليوم كان ما شاء الله الحضور من معظمهم من الأكاديميين، ولاحظنا بعد في عدد كثير كان من أفراد المجتمع وكان تفاعلهم جدا ممتاز. من ضمن الأمور اللي احنا ركزنا عليها كذلك أسس إدارة الأزمات، شو المطلوب اليوم؟ شو هي الأسس في إدارة الأزمات؟ لابد أن يكون عندي سجل مخاطر واضح، لابد أن تكون عندي خطط واضحة، لابد أن يكون عندي تدريب وتمارين واضحة، وبعدها أنا أخذ الفيدباك وأبدأ أطور الخطط اللي أنا عملتها. رسالتنا للجمهور لابد اليوم نكون واعين لنا دور في الأزمات، وخاصة الأزمة اللي إحنا حاليا شغالين فيها. دور الجمهور جدا رئيسي، وإحنا يعني كلنا أمل وثقة بأن الجمهور راح يقوم بدور إن شاء الله بمساهمتنا في إدارة هذه الأزمة.